طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لكشر 6 هو ده المحاضرة رقم 6، وحنتكلم فيها عن اللينير الجبريك كويشنز اللي هي أنظمة المعادلات الخطية اللي هي على صورة AX1 AA1 X1 زائد A1 2 X2 إلى AXN AX1 N اكس ان يساوي بي وين، اللي هو ده اسمه نظام معادلات خطيه. نظام معادلات خطيه اللي هو ده دائما النوتيشنز الاول ده اللي هو ده الرو ده يمثل الكولم ده العمود وده الصف. الاي هنا تمثل الارجمنت ماتريكس او اللي هي مصفوفه المعاملات، والاكس هي مصفوفه المجاهيل، والبي اللي هي مصفوفه الحد المطلق اللي هي لو كتبناها في الماتريكس نوتيشنز هنكتبها AX equal B AX equal B ده اللي هي الماتريكس نوتيشنز. فنحن عايزين نجيب الفيكتور X اللي هو ده المجاهيل ده المجهول X ده هو اللي عايزين نجيبه، والA هي معاملات مصفوفه المعاملات دي معلومه، وB هي مصفوفه الحد المطلق ودي معلومه هي دي المصفوفة A اللي هي الكوفيشن ماتريكس اللي هي A11 A12 إلى A1N، وهو N by N مصفوفة N N by N اللي هي مصفوفة رباعية مصفوفة رباعية دي، والإكس اللي هي المجاهيل اللي هو الفيكتور اللي هو عايزين نجيب X1 X2 إلى XN دي اللي عايزين نجيبه، والبي مصفوفة الحد المطلق اللي هي B1 B2 إلى BN. بعدين نشوف الحل لهذه النظام في عدة طرق الحقيقة. أول حاجة في الطرق المباشرة الغير مباشرة، الطرق الغير مباشرة indirect methods اللي هي دي طرق iterative كلها طرق iterative، أشهر اللي هي جاكوبي وجاوس سايدل و SOR دي أشهر هذه الطرق، والطرق دي كلها نحن بتحتمل عينك انت تكون في الاول معادلات الحل، تكون معادلات الحل من النظام اللي عندك، من النظام اللي عندك بتكون معادلات الحل عشان تجيب المعادلة x1 يكون كده x2 يكون كده x3 الى اخره، وتجي بعد ذلك تحل اللي هي من المصفوفة مثلا جاكوبي، مثلا طريقة جاكوبي بتكون الاكس اللي هي انت تمشي للنظام الاصلي. هنا لو شفنا النظام الاصلي عندنا ياهو ده، من المعادله الاولى بنجيب نكون معادله اكس 1، من المعادله الثانيه بنكون معادله اكس 2، من المعادله الثالثه بنكون معادله اكس 2، يعني نخلي اكس 1 اي 1 اكس 1 ده هنا ونحول الباقي كله بالغادي، يبقى بي 1 ناقص الجزء الباقي ونقسم على معامل اكس 1 اللي هي اي 1 1 تدينا معادلة لـ X1، ونفس الشيء هنا بالنسبة لـ X2 وبالنسبة لـ X3 إلى XN. لو المعادلة الأولى أو الثانية مثلا الأولى ما فيها X1، أنت تستخدم الكلام اللي قلناه في المصفوفات أنك أنت تقدر تستبدل صف بصف، يعني تغير صف مكان صف، ممكن تستعمل يعني هنا X1 A1 A11 في أي ما موجودة اللي هي AII ما موجودة انت تقدر تجيب، فيبقى AII دي لازم لا تساوي صفر لانك انت بتقسم عليها، AII دي لازم ما تساوي صفر وعشان انت بتقسم عليها. لو بقى تساوي صفر معاك بتحاول تغير الصف مكان صف، لو ما قدرت الحكاية دي معناته هذا النظام ما عنده ما بتقدر تحله انت، فيبقى نكون المعادلات في جاكوبي دي اول واحدة اول طرق كلهم مبنيات على كده. جاكوبي هي تكون اكس 1 وتجي تحل، لو ملاحظه النظام كله في الكي هنا تمثل النمبر اوف ايتريشنز، كي زائد 1 الايتريشن الجديد اللي هو التكرار الجديد، وكي هو التكرار القديم. لو ملاحظه الطرف الايمن هنا كله في التكرار القديم، لاحظ بي واي بي اي واي اي جي دي معلومات بالنسبه لنا، بالنسبه لنا هي مصفوفات معلومه، وقلنا AII لازم ما تساوي زيرو، لازم ما تساوي زيرو. يبقى بالنسبة لجاكوبي هتبقى كل X في القديمة،
فيبقى انت في هذه الطرق، وانها هي طرق غير مباشره، طرق ايتريتي، بتحتاج ل انيشال جيس اللي هي تحتاج لقيم اكس، اكس في التكرار زيرو، اكس في التكرار زيرو. لو التكرار بقى زيرو حيبقى انت حتحسب اكس في التكرار الاول بدلاله اكس في التكرار زيرو هنا، بدلاله اكس في التكرار زيرو هنا تقدر تحسب اكس 1 وهكذا تحسب اكس 2 وهكذا اكس 3 وهكذا اكس 4 كلهن. بتيجي بعد ذلك تتاكد دي في التكرار، تحسبها في التكرار الاول، يكون عندك اكس في التكرار زيرو، انت انيشال جيس اكس في التكرار الاول حسبتها، فتقوم تحسب الايرورز. الايرور بالنسبه لانظمه المعادلات الخطيه انت بتحسب الكوميوليتيف ايرورز اللي هي بتاخذ الاكس 1 الخطا في اكس 1 والخطا في اكس 2 والخطا في اكس 3 كله تجمع تربيع وتجمع، او تاخذ الايرور في اكس 1 الايرور في اكس 2 الايرور في اكس 3 تشوف اكبر واحد فيهم يا دوب وتاخذه وتقارن به، دي احسن طريقه. بدل تاخذ الكوميونتي اخذ الماكسيموم ايرور، يعني تشوف الخطا في اكس 1 اللي هي اكس 1 في التكرار الاول ناقص اكس 1 في التكرار 0 يديك الخطا في اكس 1. نفس الشيء تجيب الاكس 2 في التكرار الاول، تجيب اكس 3 وهكذا، تشوف اي الكبير ياتوا فيهم، هل الكبير الايرور في اكس 1 ولا في اكس 2 ولا في اكس 3، وتقارنوا بالتولرانس المديك له، تقارنوا بالتولرانس. اذا تحقق الشرط يبقى اكس جبت هذه هي الصحيحه. اذا ما ناخذ تكرار جديد ونستخدم حياخذ دي، لاحظ هنا كي حتبقى 1، يبقى هنا حنحسب شنو؟ اكس في كي 2، اكس في كي 2 اللي هي اكس في التكرار الثاني بدلاله اكس في التكرار الاول، اكس في التكرار الاول هي القيمه ان احنا جبناها، هي القيمه ان احنا جبناها و نستخدمها اللي هو هذه، وهكذا لحد ما شنو؟ يضبط معانا. دي اللي هي طريقه جاكوبي. طريقه جاوس سايدل نحن بنقوم شنو؟ اي قيمه حسبناها بنستخدمها، اي قيمه حسبناها نحن بنستخدمها. انت طبعا هنا هنا يعني لو اخذنا المثال ده بدنا نعمل الحل في شكل جدول، اهم حاجه نعمل الحل في شكل جدول بالشكل ده. دي الاكس بتاعتنا، الاكس 1 اكس 2 اكس 3، دي الايتريشن 0 ده اللي هو الانيشال جيز دايما بيكون معلوم، الانيشال جيز دايما بيكون معلوم. نجيب القيمه في التكرار الاول، هنا القيمه في التكرار الاول بدلاله القيم دي كلها هنا، نجيب ده نجيب القيم اللي هنا دي، وهكذا نمشي للتكرار الثاني نجيب بدلاله هذه القيم في المعادلات الجبيرة اللي انا شرحتها، وهكذا ثلاثه. في كل مره انت بتجيب وتجيب الفرق بين النقطه دي والنقطه دي، الفرق بين النقطه دي والنقطه دي، النقطه دي والنقطه دي، تشيل اكبر قيمه وتقارن بها بالايرور. دي بالنسبه لجاكوب. بالنسبه لجاو سايل نفس المعادلات، لكن اي قيمه حسبتها انت لما تيجي تحسب اكس 1، لما تيجي تحسب اكس 1 ما في قيمه قدامها حسبتها، لما تيجي تحسب اكس 2، اكس 2 حسبنا اكس 2، اكس 1 اتحسبت، اكس 1 اتحسبت، فيبقى ما تستخدم اكس 1 القديمه دي، نستخدم اكس الجديده اللي اتحسبت دي، تستخدم الاكس الجديده اللي انت حسبتها، وهكذا الى لما نحسب اخر واحده اكس ان بيكون السابقات لها كلها نتحسب نستخدمها، يعني كلها بدلاله الجديده. دي اللي هي طريقه جاوس سايدل، اي قيمه انت حسبتها تستخدمها في المعادلات، اي قيمه انت حسبتها تستخدمها في المعادلات. دي اللي هي طريقه اس او ار بنفس السيستم بتاع المعادلات، لكن بنستخدم في نحن هنا نستخدم بارامترز ريلاكسيشن بارامترز اللي هو نسميه اوميجا اللي هي 1.25، نفس المعادلات بنضرب يعني لما تجيب المعادلات جبناها هنا قبل شويه دي ايوه المعادلات دي هنا دي هنا الاثنين لما جبناها حنضرب حنعالج المعادلات دي شويه، المعادله حتتعالج شويه ونقوم نضرب يعني حتبقى هنا اكس، اكس الجديده تساوي اكس القديمه ناقص مقدار معين، المقدار المعين ده نحن حنضربه في 1.25، نضربه في 1.25 ونحل، يبقى في الحاله دي نحن عملنا اللي هي هنا حتبقى هنا
دي تساوي اكس واحد القديمة ناقص مقدار معين، تساوي اكس اتنين ناقص مقدار معين، اكس ثلاثة ناقص مقدار معين. الاكس المقدار المعين دائما بنطرحه ده هو اللي بيعدل لنا، اللي بيعدل لنا في اكس القديمة عشان تتقارب نحو اكس الجديدة. فيبقى عشان كده بنضربه في 1.25 عشان اكس 1 زائد المقدار زائد، اي نعم زائد، هو زائد، هو زائد المقدار المحدد ده. ف بعد ما جبت بيبقى انت هتستخدم نفس الحكايه، هتستخدم القيم القديمه، اي قيمه جديده استخدمتها بعدها تستخدم القيم الجديده، زي الجاوس سايدي، لكن احنا فقط هنا بنستخدم الاوميجا، المقدار اللي بنضيفه هو حسب اشارته بعد ذلك، يا ينقص لنا يا كله المفروض يكون ماشيات في اتجاه واحد عشان نستخدم الاوفر اس او ار، يعني كلهن بيتناقص في اتجاه الحل، كل بيتناقص في اتجاه الحل او يزيد في اتجاه الحل او تزيد في اتجاه الحل. يعني لو بيت كلها ماشيه في اتجاه واحد احنا بنضرب في 1.25 اللي يسموه اوفر ريلاكسيشن، اوفر ريلاكسيشن. دي اللي هي الطرق الثلاثه اللي هي جاكوبي وجاو سايدل واس او ار، دي طرق غير مباشره للحل. في المثال ده ممكن تحلوه بالطرق الثلاثه ده، بس يعني هنا بديت احل لكم بجاكوبي، لكن انت ممكن المعادلات هذه اكس 1 اكس 2 اكس 3، انت نفس المعادلات دي احنا بنستخدمها للطرق الثلاثه بس بتعد اس وار، بتتعدل حبه كده بتتعدل وتحل بها، اللي هي الاندايركت ميثود او الطرق الغير مباشره. بالنسبه للطرق المباشره اللي هي الدايركت ميثود، اشهر طريقه فيها الجاوس اليمينيشن، اشهر طريقه فيها الجاوس اليمينيشن. الجاوس اليمينيشن اللي هي بنحذف نحول هذه المصفوفه، اول حاجه بنكتب المصفوفه في شكل مصفوفه حل بهذا الشكل، بنكتب في شكل مصفوفه حل، مصفوفه الحل اللي هي شنو؟ اللي هي مصفوفه المعاملات دي A1A A11 A12 إلى A1N وهكذا. بنجيب مصفوفة الحد المطلق ناخدها في نفس المعاون، كولم إضافي نضيف عمود إضافي اللي هو مصفوفة المعاملات المطلق، فتبقى المصفوفة كلها هذه اللي هي مصفوفة شنو؟ اسمها مصفوفة الحل، اللي هي مكونة من A11 A12 A1N، بعدها حتبقى شنو؟ B1 وهكذا. هنا الصف الثاني A21 إلى A2N بعد B2 وهكذا لحد آخر واحد AN1 لحد ANN وآخر حاجة BN، دي اسمها المصفوفة، دي اسمها مصفوفة الحل. بنكتب هذه المصفوفة ونبدأ نحذف من الصف، نحذف من هنا X1 من المعادلة الثانية، نحذف X1 بيبقى ده صفر، نحذف من المعادلة الثالثة نحذف X1 X2 ولا الى اخر حاجه نحذف كله لحد ان ناقص واحد، بيبقى الشكل المصفوفه بتاعت الحل يتغير، يبقى ده كله ده اصبح، ده كله اصبح اصفار، اصبح اصفار. فقط هنا موجود شنو؟ ان ان اكس ان يساوي بي ان، لكن ان ان الموجوده هنا تغيرت طبعا بالعمليات الرياضيه التامه دي، اتغيرت وبي ان اللي هنا دي اتغيرت، فيبقى بعد انا اجيب اكس ان تساوي شنو؟ بي ان دي على اي ان ان، ده اسمه التعويض الخلفي. يعني العمليه اللي عملناها دي كلها عشان نحول اللور تراينجل ده لصفر، نحول ده لاصفار، دي اسمها الحذف، دي مرحله الحذف، تتم هذه المرحله مرحله الحذف، ثم تجي مرحله التعويض الخلفي. التعويض الخلفي نبدا بحل اكس ان، حلينا من المعادله الاخيره اكس ان، المحاضره اللي قبلها حيبقى عندي اكس ان دي علمت معلومه اكس ان ناقص واحد اجيبها، ولكن الى ان اصل المعادله الاولى يكون فيها دي كل معلومات X1 فقط ما معلومة، أحلها وأجيب الحل اللي هي بالطريقة دي، أنا بحل بوجد الحل الحقيقي، ما زي ديك هنا حل فيه خطأ، هنا حل قيم حقيقية، أنا بجيب حل مباشرة للحل بالطريقة دي. وطبعا أهم ما في الكلام هنا، إذا كان لازم يكون في كل في المرحلة الأولى دي A11 A12 هنا لا يكون الموجود A11 ده اكبر واحد موجود هنا، يعني انت لما تيجي تاخد ال ال
الان هذا معامل اكس 1 يكون اكبر واحد في كل المعادلات في كل المعادلات يعني اي 1 1 يكون اكبر واحد في كل المعادلات. لو الكلام ده ما موجود نقوم نغير بحيث نجيب اكبر واحد هنا. دي اسمها باي فوتنج اللي هي انا غيرت بمحور جزئي حليت بمحور جزئية اللي هي هذه هنا ده قلنا ده اللي هي المصفوفة بتاعت المعاملات ودي اكس 1 ودي بي 1 قلنا بقوم اشيل انا المصفوفة دي اجيب بي 1 ده كله اجيبه هنا جمدين هنا وابدا احل بيها وابدا استمر بالخوارزمية هذه قدامك موجودة دي احل بحيث اودي شنو اجعل دينا هنا كلهن اصفار مثلثية عليا لحد ما تبقى مثلثية عليا بعد ذاك اجي احل. بل تحويل العملية لاصفار بيتم بالمالتي بلاير ده اللي هي ام بحسبه من المعادلة دي المالتي بلاير اي ام ده انا بحسبه بهذه المعاملات. ولاحظ دائما اي كي كي اي 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 كي كي ده لازم ما يبقى صفر اصلا لانك انت بتقسم عليه وده عشان يبقى هنا يقولنا لازم يكون شنو ده عشان يبقى ام اي كده اصغر صغير لازم يبقى اي كي كده كبير عشان كده قلنا هو دائما بنجيب الكبير ده في اول واحد لان يعني بنقسم عليه نحن بنقسم عليه عشان يطلع ام اي كده دائما يكون اقل من واحد ام اي كده لازم يكون اقل من واحد عشان كده قلنا نحن دائما بنختار اي كي كده يكون اكبر قيمه لو ما موجود اكبر قيمه نقوم نعمل الباي بودنج نحن قلنا دي محور الجزئي وهكذا نحل الصف الجديد بنا بنجيبه بهذه المعادلات ولحد ما نكمل كلهن حولناه لمثلثية عليا بهذا الشكل نجي بعد نرجع للتعويض الخلفي بالمعادلات اللي قدامنا دي اللي هي اكس ان تساوي هنا اكس ان دي تساوي المقدار ده على المقدار ده اللي هو سماه جي ان على يو ان دي جي ان ودي يو جي ان ده ويو ان ياهو ده وبعد ذاك جاب اكس الباقيات من هذه المعادلة. في المثال ده محلول بنفس الطريقة زي ما قلت لك في الأول نضع نجيب مصفوفة الأيجومنتد ماتريكس اللي هو ده المصفوفة A نخد جنبها المصفوفة B بهذا الشكل دي المصفوفة A اللي هي مصفوفة المعاملات دي نخدها بهذا الشكل ونجيب جنبها المصفوفة B نخدها وبعد ذاك نبدأ نشتغل عليه هذه المصفوفة المرحلة بتاعت التعويض الخلفي ها ونحل الى كلها تتحول لاصفار اصفار بعد ذاك نقسم نص على نص هتطلع واحد اكس واحد ونرجع فوق الى نجيب اكس اثنين اكس اخر حاجه اول حاجه بنجيب اكس ثلاثه ونطلع فوق نجيب اكس اثنين نطلع فوق نجيب اكس واحد دي اللي هي البايبود هنا بقول لك اللي هي انه محور الجزئيه نتكلم عنها هنا المحور الجزئيه قلنا لازم يكون شنو اي كي كده اكبر واحد اول حاجه ما يساوي زيرو يكون هو اكبر واحد بالطريقه دي يكون هو ماكسيمم اكبر واحد وعشان يبقى ام حسبنا ذاك اقل من او يساوي الواحد هاي عشان كده نحن بنعمل التحويل بتاع المحور الجزئي بنبحث عن ايه عن اكبر واحد ده نبحث عنه نعين له ونحسبه هنا برضو دي محل عليك بمحور الجزئية لو ملاحظ هنا ده ما ده 0.7 2.9 اول واحد بعده 1.0 ده ما اكبر واحد الموجودين يقوم قام شال الصف ده هيشيل الصف ده يحوله يوديه فوق اول حاجة حلها لك بدون محور الجزئية حتلقى الحل فيه نوع من الخطأ حلها هنا ايوه شايفه ده لانه طلع معانا اكبر من واحد صح ليه؟ لانه الرقم هنا ده 0.729 وهنا 1.33 ده كبير ما اكبر واحد ما موجود هنا قلنا اكبر واحد المفروض يكون موجود هنا ده دي الحل بدون محور الجزئيه ده الحل ده بدون محور الجزئيه عشان يحل بمحور الجزئيه لاحظ هنا قاعد شنو ده حول هنا حول واصبحت ال هنا ده اصبح ده جابوا ياهو ده 1.33 جابوا فوق لاحظ هنا ده 1.33 كان تحت هنا قام حول الصف ده كله جابوا فوق هنا ده وبقى بهذا الشكل اشتغل بهذا جاب فوق ياهو شايف 1.33 جاب فوق هنا واشتغل ب
ولاحظ كلها الان بيجينا اقل من واحد، كل الان بيجينا اقل من واحد ويجينا الحل، حتلقى الحل ده ادق واصح من الحل السابق. دي اللي هي اختصر لك هنا الجاوس اليمينيشن بالمعادلات حقاتها بهذه الحته دي. في عندنا مصفوفه خاصه اللي هي دي اختصار لطريقه الجاوس اليمينيشن بين الاثنين. ايوه دي انتهينا من انظمه بالطريقتين. نجي للخوارزمية، دي مهمة جدا، احنا هنستخدمها كثير جدا في صناعة النفط، اللي هي اسمها توماس وليوريسما، اللي هي ترايدياجونال ماتريكس. نحن في هندسة النفط لما نحل نعمل فاينايز ديفرنس لأي نظام عندنا بتاع، لما نحل البارشال ديفيزيتي ايكويشنز، لما نحل الديفيزيتي ايكويشنز بيجينا بهذا الشكل. الكلام ده حي تاخذوه بعدين في المادة الجاية اللي هي المادة بتاعت الريزرفوار سيموليشنز، بيجيك المعادلات بهذا الشكل. معادلاتنا السيستم النيلين ايكويشن بتاعتنا انظمه المعادله بيجينا بهذا الشكل. لو ملاحظ هذا النظام نظام خاص فيه الجزء ده اصفار، فيه الجزء ده اصفار فقط، الدايجونال الرئيسي فوقه ارقام والفوق له فيها ارقام والدايجونال فوق تحت له فيها ارقام، دي يسموه تراي دايجونال ماتريكس. تراي دايجونال ماتريكس انا بيكون عايز اكس 1 اكس 2 اكس 0 اكس 1 اكس 2 3، ممكن احنا بعدين تبقى عندنا هي البريشرز، ممكن تكون هي البريشر دي، المجهول بتاعنا هو البريشرز، ودي معادلات بتطلع بهذا الشكل. يعني المصفوفه دي مشهوره جدا عندنا في النفط، في بعدين لما تاخذ السيموليشنز تلقى هذه المصفوفه تلاقيها اسمها تراي دايجونال ماتريكس. فعندها خوارزميه مشهوره جدا اسمها توماس اوليغريسم، اسمها توماس اوليغريسم، بنحل لها ما بنستخدم هي نفسها جاوس اليمينيشن، هي نفسها بالمناسبه جاوس اليمينيشن، لكن جاوس اليمينيشن بطريقه سهله لانه اصلا معمولات دي كلها هنا اصفار. انت في جاوس اليمينيشن بتعمل شنو؟ بتحول تحت دي كلها لاصفار. في دي هنا عندك دي اصفار اصلا، معمولات دي اصفار، عشان كده هي خوارزميه خاصه نحن بنحل بها، وهي دي مكتوبه قدامك ليك هنا. فالخوارزميه دي انت مطالب بها ومطالب تنفع تعملها بالماتلاب. هي توماس الرسمه دي، هذه دي الخوارزميه. لاحظ دي المعادله الاولى، دي المعادله الثانيه، دي المعادله الثالثه، المعادله الرابعه، لحد المعادله الاخيره. شكل المعادله ده بعدين في السيميليشن حيلاقينا لما نعمل نحل بالفاينايت ديفرنس، نحل الديفيزيت ايكويشن، حيجينا هذه المعادلات. اخذت الباوندر كونديشن، حيجينا معادلات بهذا الشكل. المصفوفه دي اسمها تراي دايجونال ماتريكس، تراي دايجونال ماتريكس. فبتكون عندك المعاملات دي موجوده، البي والسي هنا، اللي هنا عادنا عندنا الاي 1 1 والاي 1 2 الى اخره، هي بس هنا معمولات بي وسي وكده. دي اللي نختهم في هذه الخوارزميه، الخطوه الاولى اللي هي دي كلها، الخطوه الاولى الثانيه الثالثه دي خطوه الحذف، تقوم تحذف اللي هي نفسها الخطوات تقريبا بتاعت الحذف الجاوس، تعمل عملية الحذف لحد تيجي تاني بعد ذلك تعمل بعدين عملية التعويض الخلفي اللي هي بالجزء الأخير ده، الجزء الأخير ده. فالخوارزمية دي لازم تحلوا بها وتعملوها، مطلوبين تعملوها شنو؟ تبرمجها في الماتلابس، الخوارزمية اللي هي بتاعت توماس وليجريسو. مهم جدا فهمها وعملها في برمجتها في الماتلاب، هذه خوارزميتهم، لان حتيجي تشتغلوا بها في السيموليشن بعدين، تحلوا بها في السيموليشن. مهما كانت السيموليشن السيستم حقك كبير جدا جدا، انت ممكن تعمل تشتغل بها برامج، يعني بدل تمشي تعمل برنامجك براك انت بالخوارزمية دي تحل للبريشر، يكون عندك الباوندر كونديشن بتاعتك وعندك الانيشال كونديشن بتاعك، حتطلع لك المعادلات دي وتعملها تبرمجها ب بتوماس الوغريزم وتحلها، يجيك البريشر ديستريبيوشن في السيستم بتاعه كله. فهسه ده انك كنت تعمل برنامج صغيروني بتوماس الوغريزم بالماتلاب، وبعدين انت حتخدها صبروتين وتستدعيها تحل بها الشغل حقك. ده اللي هو سبيشال ماتريكس اللي احنا بنتكلم عنه، توماس الوغريزم، مهم جدا معرفته. يكون هنا احنا انتهينا من هذه المحاضره اللي هي المحاضره العاشره.